توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية. كما يتوقع الخبراء أن يسود البلاد خلال ساعات الليل والصباح الباكر طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26، الإسكندرية 33-25، مطروح 31-25، بورسعيد 35-26، والإسماعيلية 40-27. أما بالنسبة للسويس فدرجة الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 27، العريش 35-25، طابة 39-28، شرم الشيخ 41-31، والغردقة 41-32. أما بالنسبة للأقصر فدرجة الحرارة العظمى 44 درجة والصغرى 29، أسوان 45-30، الوادي الجديد 44-28، وشلاتين 43-31، وأخيرا حلايب العظمى 37 درجة والصغرى 29. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.